نعود إليكم مع المناضل عبد الله حسن لمواصلة رحلتنا نحو المؤتمر الوطني الأول والإعداد إليه بعدما أن قررت القيادة العامة بعد توحيد كل المناطق الوحدة الثلاثية والوحدة الثنائية وتم تكوين اللجنة التحضيرية. والنهارده في هذه المرحلة أستاذ عبد الله حيسلط الأضواء حول المؤتمر الوطني الأول وما بعد المؤتمر الوطني الأول. نعم، اللجنة التحضيرية بدأت عملها، وقلنا كان في اعتراضات حتى في مسألة خلط الجيش ووحدة بتاعت الخمسة، كان في اعتراضات، والقرارات اللي اتخذته القيادة العامة أيضا برضه هم أعضاء قيادة العامة، يعني حوالي أربعة ولا خمسة كانوا، يعني كان في اعتراضات، و برضو ما كان يدفعوا عقد المؤتمر وحاجات زي ده يعني، وبرضو الناس سعت كثير شلفوين في وفهاق، لكن عملية انشقاق حصل ذاته يعني، okay. شقوا أعلنوا الانشقاقات، ولكن مع كده عقد المؤتمر الأول. أيوة. أيوة. هذا من أعضاء مجلس الأعلى، أيوة. جهة طبعا نسقت مع الأفراد كانوا يعني في تناقض مع القيادة العامة والتوجه العام دي، والانفصال بدأ هنا. لكن رغم كده حد عقد المؤتمر كان في جهودات عشان الناس تعقد مؤتمر مع بعض، حتى هم كانوا أعلنوا لجنة تحضيرية من جانبهم، كان في اقتراحات لجنة اللجنتين تنسق وتعمل، لكن طبعا ما وفق كل الأشياء دي، وعقد المؤتمر الأول يمكن بأغلبية سواء كانوا مناضلين ولا جماهير في الداخل والخارج يعني. والمؤتمر الأول حضروا فيه من كافة أنحاء. أنت على أي أساس شاركت في المؤتمر؟ أنا طبعا بفتكر ما ذكرت يعني، أنا لما طلعت للميدان ودخلت كنت في لجنة بتاعة الجنود، بعد نجاح مؤتمر دوبحة وجهتني القيادة العامة، أنا والعضوية اللي كنا في لجنة الجنود ده، أنا والي خمسة كنا، عبد الله محمد طاهر بتذكر، عبد الله تلودي ومحمد علي وأبرة مكنن، يعني دول حصوا القيادة الثورية وجهتنا وقمينا في الوحدات، يعني الوحدات اللي كانت في الداخل. وبعد كده بعد نجاح المؤتمر، أيوة هنا القيادة العامة لسه عمل، لما نجح المؤتمر اللي بتاع أدوبة حدي وبدأت القيادة العامة مسألة خلطي وغيره إعادة تنظيم الجديدة، أنا وجهت لأسمرة، يعني القيادة العامة كانت كونت لكل مدينة في إريتريا فصيلة بتاعة فدائيين وكادر سياسي، مهامهم العمل، مارست عمل تنظيمي سياسي وعسكري كمان، يعني مثلت عمليات ضد العدو ومؤسسات وغيره داخل كل مدينة، كادر ومسؤول عسكري. أسمرة بالتحديد كان مخصص لها فصيلتين وكادرين، يعني الكادر الثاني اللي زميلي كان صلاح الدين عبد الله موجود حي المرضى، والمسؤول العسكري كان أحمد أسمرة. وجيت هناك وبدأنا نخش المدينة وننظم خلايات، وطبعا بدأنا نشاطاتنا، وحتى بدأنا البرامج المفروض نقوم بها، يعني خدنا فترة كده بعد الحكاية بتاعت يمكن حوالي قربنا لسنة كده نتقبضت داخل أسمرة. هسه دلوقت أنت بعد خروجك وبعد مرورك بتجربة الجنود وكده والقيادة العامة عملت الخلط، وقبل المؤتمر بين المؤتمر وبين القيادة العامة أنت وجهت إلى حوالي أسمرة ومعك صلاح الدين بالتحديد أسمرة، أيوة. مهمتك كانت إيه؟ مهمة تنظيم إيش كنت؟
قلت لك ماشي تنظيم. نعم. تنظيم ايه؟ كنت ماشي تنظم حاجه في المنطقه دي؟ ايوه طبعا. اولا اللقاء بالجماهير مسؤوليه في المنطقه ذاتها. ايوه نجي في قرى. ايوه نجمع الجماهير ويوم من الثوره ده. ايوه ما عدوا ثوره من اجلهم واهدافهم وهذه. اوكي. والتطورات اللي حصلت في نفس الوقت. و هيدا فعلا انا اللي بالي غلطت فعلا بعد المؤتمر الاول الموضوع ده يعني. المشي كان بعد المؤتمر الوطني الاول مش القياده. ايوه ايوه بعد المؤتمر. فنصح الموقف هنا انك انت بعد المؤتمر الوطني ما تم انت وجهت لي لأسمرة. أيوة. مش القيادة العامة والجهات. أيوة مع القيادة. فأنت مشيت على القيادة العامة والجهات اللي في وحدات عسكرية معينة. أيوة. بعده يعني حصل بقى المؤتمر. المؤتمر الوطني الأول. أيوة. أيوة. بعد المؤتمر التوجيه الجديد ده اتجاه أسمرة وكنت أدخل أسمرة مع زميلي زي ما قلت لك. أيوة. أنت وصلاح الدين. يوم من الأيام. أيوة من الأيام اتقبضت هناك يعني. اتقبضت في أسمرة. أيوة. تم قبضك من السلطات الإثيوبية. ايوه. طيب مع صلاح الدين مين معكم؟ كان احمد اسمر على ما اعتقد المسؤول العسكري كان احمد اسمر. طيب القياده كانت من ثلاثه يعني احمد اسمر وانت وصلاح الدين. ايوه. طيب انت وصلاح الدين مهمتكم العمل مع الخلايا الداخل نفس اللي انت كنت تعمله لما كان طالب كان يجوك ناس انت النهارده اصبحت باسم الثوره ترجع وتنظم الناس في اسمر. هو كده. طيب كيف تم اعتقالك؟ والله كان في واحد سلم للعدو. ايوه كان شافني في كسلة دي. ايوه ثمانية قبل حذافي نحن في 70 يعني. ايوه في 67 68. ايوه شافني في كسلة. ايوه و ده من الناس اللي دخلوا. ايوه للعدو. العدو لما نده للناس ترجع ده واحد من الناس اللي رجعوا معنا. ايوه ايوه ممكن يقال كيف رجع فيها ما بعرف لكن. أيوة. في نفس نفس الفتره الزمنيه. نفس الفتره الزمنيه. ايوه وانا ماشي من بيت اللي كنت فيه اتجاه يعني كنا عندنا بيت مؤجرين انه. ايوه شفته انه يتابعني. اول ما شفته عرفت انه تذكرت انه ذكرت الشخص نفسه. زول. ايوه ايوه مو نادي اللي كان وشفته في كسلا وده. كان رد فعلك ايه؟ والله طبعا حاولت اغير الطريق مسارك. كنت ماشي العديل للشمال غيرت للقرب عشان الف واخش البيت. البيت لكن هو بقى اذكى مني. ايوه عمل لي شخصي انا ما بعرفه اللي يتابعني. اوكي و انا كنت متجه لاتجاه غزا باندا. غزا باندا في غزا باندا حبشه. أيوة. المنطقه الشعبيه. أيوة. في اسمره. واول ما دخلت البيت. ايوه وطبعا أرسل ناس تاني ذات برضو كمان جو ناس الأمين. جات وحدة عسكرية كاملة عشان تقبض عليك. أيوة أنا طيب. دخلت جوا البيت. أيوة كان زميلي هناك المؤجرين البيت باسمه وريته إنه في واحد بيتابعنا. نبهته. ما عارف هل متابعين لنا ولا لأن أنا عملت كده وريته الطريقة اللي وريته خطتك وريته إنه في أما أنت نفسك وسط العالم. أوكي. لما طلع قبضوه طوالي هو كان اوريدي جاهزين. ايوه بعده. اوكي انا الباب كان مقفول جوني جابوا صاحب البيت المؤجرين. أيوة. منه قول له افتح لي بابه كده قالوا. ايوه اول ما فتحت الباب يعني اجيب في مكانك وشنو خددوني حاولت التقط المسدس وانت عندك كان عندك مسدس ما ادوني فرصه ما ادوك فرصه ما ادوني. أيوة. كنت خليته في سرير كده وقبضوني. طيب هنا معناها هسه عملت في السجن. ايوه, أيوة. حوالي ما اقل من 6 شهر يعني ولا اوكي 6 اشهر بعد خروجي من السجن. ايوه خرجت من السجن طبعا عن طريق الحفر. لا لا دي عايزين نجيب فيها بهدوء شويه. اي ما انت جبت لي المؤتمر ال... لا المؤتمر الاول. ايوه بعد خروجي من السجن انا شارك في المؤتمر ال... اوكي الاول. هسه احنا موجودين في السجن. أيوة. اللي هو بعد مرحله انك انت عينت وصلاح الدين واحمد. أيوة. حول منطقه اسمره. ايوه ودخلتوا دلوقتي انتوا في اسمره وحصل انك اعتقلت. نعم. معناها هذه غنيمه كبيره جدا للحكومه الاثيوبيه انه واحد من القيادات المكلفين بتنظيم العمل في اسمره يعتقل. كيف استقبلوك الاثيوبيين؟ والله طبعا مباشره اول ما قبضوني اوالي دخلوني في التعذيب. أول أسئلة اللي هي كانت إنه خشيت 200 وين زملائك؟ هم طبعاً دايرين يداهموا إنه في ناس دخلت لعمليات ولا لأي حاجة أو كمان حتى لأشياء أخرى. أيوة.
أول حاجة ودايرين أعرفوا مين خش معاك وين موجودين. أيوة. تعذيبات في ده. شكل التعذيب. الساعة 6 ليه ويسبح الوطن. ضرب. والله الحياة مسلية الفات كانت تعذيبات مستمرة. أوكي. الحين طبعاً أنا ما في حد جا معايا وأنا لوحدي. بس غير الكلام دي ما لقوا من حاجة. أيوة. دي أول ليلة. بعد استمرت التعذيبات والحاجات اللي كانوا دايرين طبعا اسئلتهم وده. المهم مريت بتعذيبات، طبعا اساليب التعذيب دي معروفه، اساليب مختلفه يعني. فيها كهرباء، فيها ضرب بالصوت ومش عارف ايه، وضرب يربطوك كده يربطوك من رجلك ويقلبوك عصاية هنا ورجولك ده لحد ما انقلع الجلد ده. انا مرتين انقلع الجلد بتاعت ده. المهم التعذيبات المعروفة، دخلوك في الضرب ده ما وقف أبدا. الضرب ما وقف وانت ما معترف بأي حاجة. أيوة الليلة الأولى ما في احترام، ما في حتى بعدين ما في حاجة تقريبا لقوا مني. وهنا طبعا عادي، حتى العدوية العادية التعذيبات ده معروفة يعني، خليك أنا منادل وممكن توجه عليها وتوا منه اغتيالات ولا غير الاعمال مليات اللي كانت تقوم بها الجبهه في داخل المدن. عليه العدو طبعا استقبلني بالحاجات اللي يجب ان استقبلنا بها بدون نقص يعني. وحاجات التعذيب ده والتحقيقات ده استمرت حكايه بتاعت 4 شهر تقريبا ما قدر يطلب. طيب الاساليب الاخرى غير التعذيب، ما هو في العصا وال غير العصا يستخدموها، هل إغراءات تمت؟ فعلاً الأول لما شافوا إنه أنا طبعاً قفلته رفضته في أسمرة ده، إحنا ما عنا عندنا خلايا عنده كل شيء، أسمرة ده ما في خلايا ولا حاجة كوناها. أيوة ده أول دخولي. أيوة وما في حاجة دي. أيوة. كان الكلام ده. أيوة حتى كانوا ناس مقبودين قبلي اللي تقبضوا دول انا ذاته ما بعرفهم زمان، عندهم سنه ما بعرف، لكن انا ما بعرفهم بالطريقه دي كانت يعني. ايوه لكن التعذيبات دي ما وقفت، بعد فتره كده تاخذ فتره كده عشان بالطريقه دي قلت لك انا اخذ شهور. ايوه برضو كمان واحد من زملائنا كنا قلنا خلاص طلع من يدهم. ايوه يتقبض في الحدود الصوماليه، جابوه تاني في إثيوبيا. هو بيفتكر الناس اتقبضت قبله أدت باعترافات حاجات كده بيعترف بهم حاجة، يرجع تاني يقول لك أنت دسيت منها، تقول لنا ما عندنا حاجة، ما الحاجة الفلان يعني. بالطريقة دي استمر طبعا في 6 شهور التعذيب. 6 شهور تعذيب بدون توقف؟ لا ما متواصل. أيوة طبعا حسا الشهرين والثلاثة الأولى الحقيقة شوفي مستمر يعني. أيوة. أسبوع كده يعني. أوكي. لكن بعدين يعني الشهر الرابع ذاته بعد كام، بعد ما اتقبض الشخص اللي كان موجود من زملائكم، عشان كده أقول يعني الفترة بتاع التحقيقات يعني. التحقيقات دي أخذت. أيوة. تقريبا أوكي. كانت بتاعت 4 شهور. طيب في السجن مين كان، مين انتظرك، مين كان موجود، كيف أنتوا في السجن كسجناء تعاونتوا او ما تعاونتوا او في خرق ليكم؟ ادينا صوره حول الحياه في السجن او العلاقات اللي عندها طبيعه سياسيه او قراراتكم انتم حتكون كيف. نعم السجن طبعا معظمهم المساجين لانه يعني دول ما محكومين، المساجين المحكومين تلقى فيهم يعني جرائم جنائيه وكذا اللي عندهم. ايوه ده لكن سجن مؤقت. مؤقت اللي هو السجن الكبير. ايوه عليه ماركاتو قبل ما يبنوا السجن الجديد بتاع سنبل. أيوة. السلاسل اللي بناه ده. أيوة. قبله سجن كبير كان. أوكي. في السجن ده اللي كانوا كلهم تقريبا السياسيين سياسيين ومنادلين. أيوة. حس استناني هناك منادل قبض تجاه منصورة يعني. أيوة. برك العال. مين هو؟ محمد عامر كابلي. كابلي اوكي محمد عامر كابلي مشهور. كابلي ايوه تستناني هناك هو قبلي. استناك قبلك قبضوه في المنصوره. احنا كنا المنادلين الاثنين. أيوة. منصوره جنب منطقه وردات. نعم للمشاهد منصوره في منطقه بركه. ايوه ايوه بركه. أيوة. وانت ماشي لكرم من ارتسيني وقردات وقاضي يعني بالضبط قريب بالضبط بالضبط. فاستناك في السجن.
استاذ هانف السيد. أيوة. البقيه عدويتنا هم اعضاءكم في جبهه تانية. أيوة. اللي كانوا موجودين قبلي واللي جوا بعدي وكده هم يعني. اوكي. والمهم العلاقات والحاله اللي كانت مساله التحقيقات والتعذيبات دي عاديه زي ما قلت لك. كل الممارسات اللي عملها في اساليب التعذيبات ده معروفه هي. بالاضافه على كده برضو كانوا يحاولوا يعني يلقوا الاعترافات بطرق مختلفه يعني. عشان كده كان في خداع. ايوه كان في خداع. أيوة. على سبيل المثال عشان ما تقول الكلام فضل. والا واحد يقول له انت عضو في الجنبي تاع الجبهه وكنت تدفع الاشتراكات وكده. أيوة. ينكر طبعا. ايوه وممكن فعلا يكون ما بيدفع في الموضوع ده. أيوة. او فعلا يكون عنده هنا حسه بيتدربوا كده لما يفطروا يحاولوا يعملوا تمثيليات. مره بتذكر وقفوا ناس كده ناس حقهم وفي وسطهم المناضلين المتهمين العدوية ده. أيوة. وحقهم موجود هنا يمسكوه كده انت ما عندك ارتباط مش دفعت ما عملت لا يقول طبعا ده حقهم. أيوة. طوالي يضربوا المسدس طبعا. أيوة. المسدس يمكن كرتوش ولا شنو حال. أيوة. وذاك عنده ماده زي الدم في خشمه كده يعني تمثيل يعني يحاولوا يقتلوه بتمثيليه. أيوة. ويمثل هو عليكم. أيوة. عشان تعترفوا انتم. طوالي يقع. أيوة. الوراه حس العدو هو الداري من الاعتراف. ايوه ايوه يقول ولو مع انه ما دفع ولا يعرف جبازاته. اوكي حاجه زي ده كان عنده. بالإضافة على كده معايا كان يمارسوا أساليب أخرى أيضا بالذات بعد ما فطروا يقعدوا معايا يناقشوا السياسيين والله نحن ما نحب هيلي سلاسي والنظام الملكي لكن إيه ولكن إيه حاجات كثيرة يعني ديل الضباط المسؤولين. أوكي. وأساليب مختلفة. طيب فشلت الظروف دي وأديتنا الأسرار وعرفتنا بناس بالذات في دوائر حكومية عندهم ارتباط معاكم حنرسلك لأدي سبب لأمريكا منحة دراسية كل الإقراءات دي جميع الأساليب طبعا المعروف أنه أما الارتباطات بين الناس داخل السجن ده. أيوة. داخل السجن ده بالذات العدوية طبعا عوائلهم بيجيبوا لهم أكل في زيارات في الشيء ما زي حصة يعني زيارات يجيبوا لهم أكل ويجوا أحسن أكل يجيبوا لنا نحن يعني. تقريبا من الناحية دي وبعدين هم في حد ذاتهم يعني زي عائلة واحدة كامل. عندي سؤال هام هنا في الحتة دي. طيب وجودكم وناس سياسيين واعيين بتقدروا الموقف عندكم خبرات مدربين هل فكرتوا في فكرة الخروج؟ ودي قصة يعني مشهورة انه ايوه الحالة ما تفكير في الخروج ده. ايوه انا شخصيا حاولت محاولة بتاعت الهروب لما كنا في فورت والقلعة القلعة بتاعت الجيش الاثيوبي طول سراويت الاعتقال مرة دخلوني هناك. ايوه انا شخصيا. اوكي وحتى كابلي كان هناك. أيوة. التقينا هناك وفي زنزانه وانا في زنزانه من فوق مفتوح تعرفنا على بعض. ايوه في الحته ذاك انا كنت حاولت طبعا السجين دائما همه كيف يخرج يعني يخرج يلقى اي فرصه بس ما يفكر في شيء ثاني. اوكي لاحظت كده في سيخه كده في شباك. ايوه أول القرف اللي كنا فيها ما هي غرف بتاعت مساجين كانت تفتكر مصحة للمجانين وحاجة بالشكل ده مصحة المجانين. أوكي إلا حسنا من فوق مفتوح وبعدين الشبابيك طعم عنه ما في منفذ لكن سيخ كده موجودة. أيوة سيخة واحدة شفتها كده مقطوعة وطبعا إذا كان قدرت قوة وفتحت السيخة الواحدة كنت أجرب عشان أطلع بالفتحه دي لكن بالاخر ما قدرت اطلع وقبل ما يكتشفوني انتقلنا للسجن السجن الاخير ده. أيوة. ماركاتو ده المحاوله الاولى براي. أيوة. المحاوله الثانيه انا وكابلي كنا في غرفه كبيره كده معانا مجموعه. أيوة. ولاحظنا انه اطراف بتاعه الباب طبعا غرفه كاميرا كبيره يعني طويله جدا الناس نايمة هنا وبعيد الباب كاميرا معناها عنبر. عنبر كبير بعيد الباب بعدين الحيطة بتاعه واسعة
معلم انت تخش في الباب كده ما يشوفوك ذات اوكي النايمين. لما لاحظنا انه الحوالين الباب دي طوب يعني طوب، اما الباقي حجر اسود يسموه هناك حجر دك محاري حديد لانه مصنوع ايام الايطاليين السجن ده. لما لاحظنا ده وفيه بعض نقاط ضعف لانه السجن ده ما تركوه عشان عملوا سجن اخر سجن جديد يعني. اوكي هنا برضو قدرنا نلقى كده زي سلك بتاعت عجلة كهرباء ما قوي هو. صدفة لقيناه واقع. أما أنا ينادوني كده ضباط ينادوك طبعا ليهات حاجات وبعدين مسمار واحد. المهم لما لمنا كده والجماعة الموجودين معانا دول ما شاورناهم كابل يحرس أو إذا عمل حركة عشان يوريني. ما نجحنا ما دايرين برضه نعرضهم نعرفهم على كل حال المحاولة دي كانت المحاولة الثانية. وواحد حلم ما بعرف وقام حلم مفزع شافه وقام واتخلع طبعا. ما دايرين تضيعونا وشنو قلنا له خلاص ما حنعمل حاجة. فشلت الثانية فشلت المحاولة. طلع طلع كنا دايرين طلع قبل ما تسمعونا سمعتونا خلاص مع السلامة. ده طبعا المحاولة الثانية. المحاولة الثالثة برضو لما حولونا لزنزانات كل واحد في زنزانة. أيوة. وأنا ما كانوا معي واحد ثاني برضو كابلي زميلي واحد ثاني في كده فتحة في الحيطة على شكل بوق كده طرمبة يعني. أيوة. ضيق من الخارج وللداخل كده. أيوة. ويعني في الباب في السجون هي حاجات فتحات كده موجودة يعني. أيوة. شوفنا برضو حوالينا الشيء ما ده ممكن الواحد لو كسر يقدر يطلع منه. أيوة. حاولنا وكان برضو واحد مصري مسجون في نفس الفترة ده برضو ما نجحنا فيها يعني. مصري مسجون في سجن أسمرة؟ أي سجن وما أعرف اتهموه بشنو طبعا كان مسجون. التهمة إيه؟ المسألة دي لازم نقف عندها شوية. قلت مصري معتقل في سجن في الستينات في المرحلة ديك شاذة شوية. والله طبعا هو ده حاجة ما عنده علاقة مع الثورة ولا مع الجبهة كده يمكن. أيوة. كانوا يلاحقوه هو شنو مهامه ما نعرف يعني. هو حسب ما حكى لنا يعني. أيوة. وقال لنا المخابرات الإسرائيلية كانت تتابعنا. أيوة. وقبضونا عشان كده يقول. وكان يقول أنا من حركة أحرار العرب مصري في مصر. أيوة. حركة الأحرار العرب ما أعرف افتكر كانوا ضد دام ناس عبد الناصر الناثر ولا شنو كانت. أيوة. الاسم تذكر اسم الشخص تذكر اسمه عزمي برسوم بسكاليس اسمه عزمي برسوم بسكاليس عزمي ممكن افهمها. الاسماء الثانيه يبدو عليها اسماء قبطيه او اسماء غريقيه خصوصا الاسم الاخير هو يعني. هو قبطي. ايوه و... طيب زي ما قلت نذكر المعلومه حس الزول ده لما سمع انه نحن. ايوه محاوله ثانيه ما فشلت منا. أيوة. ما وضحتها كويس. أيوة. في كان واحد ثاني ثالث ثلاثه كنا مع بعض. أيوة. في زنزانه واحده. أيوة. فكرنا نطلع وشاورناه. أيوة. قلنا نحن دايرين نطلع نتعاون تعاون معانا قبل. أيوة. قبل لكن بعدين الفرصه دي داري عملها انتهز انه يخرجوه من السجن وكذا مش بلغ. طيب عشان نكسب الوقت ده الثانية. ايوه عشان الثالثة عزمي ده حاول يساعدنا. ايوه برضو حاولنا كده بدأنا في العمل. ايوه عملية طويلة هي طبعا. طيب برضو ده ما نجحنا فيها. ثاني رابع عملية نجحت. اوكي عايزين نركز في كثير. أيوة. زنزانة مع بعض. أيوة. اول خرجنا من الزنزانة. ايوه زنزانة فيها طبلة طبعا هي فتحة كده في الباب. ايوه كسرنا الطبلة بالقيد قلنا مقيدين قيد فيرو انجليزي اسمه القيد الانجليزي. ايوه ده كنا عندنا طريقه نفتح به بالليل نفتح ونقوم والله في الصباح نرجع. كنتوا عارفين تفتحوا وتقفلوا. افادنا. ايوه كسرنا الطبلة. ايوه بعد نحن في الكوريدور بعده في حمامات كده. ايوه برضه حوالي الشبابيك بتاع الحمامات طوبوا. ايوه هنا حفرنا طلعنا بعد ما طلعنا ثلاث اربع طوبه كان في سيخه كده اهتزت ذاته لقينا فتحه اللي تطلعنا عمليه. أيوة. طويله هي طبعا. اوكي بعده نحن لسه في داخل سور بتاع السجن اللي
سجن كبير. سجن كبير، نحن حاسة في العنبر دي موجودين. أيوه. فيها الأستاذ زانة. أيوه. من هنا نحن نزلنا في العنبر في حوش ثاني فيها وفيها بيوت، لكن ما في ناس، فادي كان. الساعة كم كانت؟ والله نحن بدأنا الشغل بعد ما طبعا يقول لكم شو المستراح وتخرج، وبعد يقفلوك أنا حوالي المغرب كده. بعد المغرب. ستة. بعد هذا المغرب. أوكي. بدأنا وده يمكن حوالي ساعتين كده بالليل. أوكي. قدرنا ننهي العملية بتاعة. أيوه. الحفر. أيوه. بعده يعني سور، في سور حوالي السجن ده سور طويل. ايوه ما تقدر تلحق، يمكن حوالي 10 متر ولا كم من الداخل. اوكي. من برا لما انت تشوف ذات البيوت الموجوده داخل السجن ده ما تظهر. أوكي. من برا الحيطه بتاعت السور ده اللي يلف فيه حرس. أيوة. يلف فيه. ايوه. لكن الحرس بتاعنا ما كان السجانه، السجانه يعرفوا ابايع السجين وما يدوك فرصه لا حاجه تستفيد منه، لكن دول كوماندوزهم عسكر. هذا هو الكوماندو. وحدة عسكرية. جيش وما، وبعدين نحن مقيدين، ما يفتكروا إن نحن نفتح ونعوم ولا كده. أيوة. الوحيدين، البقية ما يشكوا إنهم يهربوا ولا كده. طيب معناها الحرص والذكاء بتاع حرس السجون ما موجود عند الجندي العسكري. آه. فدي منافسكم. طيب. آه. عديت المنطقة الخطرة دي وشفت السور الكبير ده. آه. إزاي ممكن تطلع؟ والله السور الكبير ده جيناه عبري في كده غرفتين متلاصقة في بعض. أيوة. شباك بهنا وشباك بهنا. أيوة. حاولنا نركب من الحتة دي فوق الكاميرات ده فوق الغرف كبيرة. أيوة. وعبر الغرف، الغرف ده في نهايته في حيطة تلتصق مع الصورة الضائرة اللي. أيوة. يلف حول الحرس. أيوة. وعبره طوالي في الصورة الخارجية منه نطينا، نطينا في الشارع، شارع زلط ماشي. عديتوا الصورة الكبير ودلوقتي قاعدين تقفزوا خارج السجن. أطلع. خارج السجن. بعده ها؟ خارج السجن قاعد تقفل. خارج السجن مع السور خلاص. أيوة. من السور مطينا في ثلاث سكة بعض العربات. دي المحاولة، ما في حركة. دي المحاولة الرابعة. الرابعة والأخيرة ونجحت. أيوة. بمجهود النفرين. أيوة. ودلوقتي أنتوا طالعين من السجن ناطين في الشارع. أيوة. كان عندكم لابسين إيه، لبس جيش ولا لبس مساجين؟ والله الملابس، لأنه نحن ما مشينا السجن اللي يمشوا فيه المحكومين ده، فملابس مدنية. ملابس مدنية عادي كنا عندنا. طيب. اثنين مقاتلين خرجوا من السجن في الشارع موجودين وبملابس زي كامل. كان عندكم أحذية ولا شباشب؟ والله أحذية على الأسف فضلت مننا في الداخل. طيب داخل هنا هننتهي من الفاصل ده ونقول أنه اكتملت المحاولة بتاعت الخروج من السجن، ودي كانت محاولة يعني قاموا بها نفرين وبدون تخطيط كامل، لكن الظروف ساعدتكم أنكم خرجتوا. نلتقي بكم، نستودعكم في حلقة قادمة إن شاء الله. وودعت لوائح لكل المؤسسات باختصار، يعني المؤتمر الأول أرسى المؤسسات، يعني عمل مؤسسة تقرر لترجمة أي حديث من العربي إلى التجرينيا، أيضاً التجري وثم الساهو. بعد انفداد المؤتمر أنا طبعاً طالع من السجن، المهمة اللي كنت موكل فيها زمان ده ما في، يعني أنا توجيه جديد. توجيه جديد. والمؤتمر زي ما قلت وضع برنامج للتحرك على مستوى الجماهير لربطهم مع ثورتهم وتعريفهم عن الثورة وبرامجها وأهدافها، لأن الثورة ثورتهم ما ضدهم.